عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك محمد عادل من شركة رياض للتصميم. دلوقتي هبدأ أشرح لحضرتك كيفية التعديل على محتوى الموقع، سواء الدورات أو السلايدر أو أي محتوى مختلف من الصور والنصوص الموجودة داخل الموقع، وده كله بيتم من خلال لوحة التحكم عندي هنا. ده شكل لوحة التحكم عندي، ودي الواجهة الرئيسية بعد الدخول على لوحة التحكم من البيانات الخاصة بلوحة التحكم، واللي هيتم ارسالها لحضرتك مع الفيديو باذن الله. خلينا نبدا هنا. اول جزئيه في لوحه التحكم، هنا عندي التابات كلها على الشمال، على اليمين كل التابات الخاصه بالتعديل على محتوى الموقع. اول حاجه عندي اقدر من هنا اعمل زياره للموقع وافتح الموقع بحيث ان انا اشوف الموقع قدامي هنا. طيب، اول جزئيه اقدر اعدل عليها هي جزئيه الاستطلاعات اللي بتتم على الموقع. الاستطلاع اللي بناخد فيه رأي العملاء الموجودين على الموقع من خلال عدة أسئلة نقدر نضيفها يدوي على الموقع بسهولة. يعني مثلا، هل أهداف البرنامج قابلة للقياس؟ ده إحدى الأسئلة اللي نقدر نسألها مثلا وناخد رأي العملاء داخله. محتاج أعدل على السؤال ده مثلا أو محتاج أحذفه، بضغط هنا حذف، بيتم حذف السؤال. تمام، وليكن مثلا عايزين هنا نحذف السؤال ده، هنضغط على حذف هيتم حذفه. طب عايز اعدل عليه، هضغط التعديل وهشوف السؤال هنا. ده السؤال اقدر اعدل عليه، مثلا اضيف اي كلام تاني او امسحه، ما فيش مشكلة. وبالانجليزي نفس الفكرة، اشوف السؤال بالانجليزي واضيفه بدون مشكلة واعدل عليه. تمام، نص الاجابة اللي بقدر اضيف النص بتاعها، اول اجابة لا اوافق بشدة، لا اوافق، محايد، اوافق، اوافق بشدة، واقدر اضيف اجابة اخرى كمان واكتب مثلا جيد، ممنوع، وهكذا، واقدر احذف الاجابات براحتي. تمام، واقدر من هنا اشوف رقم الاصوات. هنا مثلا صوت على اوافق بشدة شخص واحد، تمام، مجموع الاصوات ومجموع المصوتين. تمام، وهنا بعض الاعدادات، السماح للاعضاء باختيار اكثر من اجابة واحدة نعم او لا، الحد الاقصى لعدم الاجابات، تمام، وبدء التاريخ والوقت وتاريخ نهاية التاريخ والوقت. كل ده اقدر اعدل عليها بدون مشكلة. تمام، طيب اقدر من خلال هنا بعد كده اعمل تعديل الاستطلاع، هيحفظ التعديل، او اعمل غلق الاستطلاع لو انا مش عايزه يظهر او الغاء. تمام، طيب لو انا عايز اضيف استطلاع جديد، هاجي هنا اضافة استطلاع، هيفتح لي صفحة إضافة استطلاع جديد، أضيف السؤال هنا والإجابات، أقدر أضيف من هنا كل الإجابات اللي أنا عاوزها، وأضيف بقى كل الأجزاء اللي أنا عاوزها من هنا، بداية التاريخ بالظبط للاستطلاع ونهاية التاريخ والوقت من هنا، أضيف النهاية ثم إضافة الاستطلاع هيتم إضافته. تمام، خيارات الاستطلاع أقدر عندي بعض الخيارات الخاصة بالاستطلاع، بس دي يفضل ان احنا اللي نعملها والمبرمج الخاص بالشركة هو اللي مظبط. تمام، قوالب الاستطلاع برضو دي من خلالنا هيتم التعديل عليها، يبقى حضرتك بس هتعمل اضافة الاستطلاعات والتعديل عليها من خلال هنا. تمام، عندي بعد كده الحسابات البنكية الخاصة بحضرتك على الموقع، اقدر اضيف كل الحسابات البنكية. تقدر حضرتك تمسح هنا مثلا الحساب ده من خلال الضغط على سلة المعاملات، هيتم حذف الحساب. تمام، حضرتك مثلا عايز تضيف حساب بنك الاهلي او اي بنك داخلي، تمام، اقدر من خلال هنا مثلا تقدر تمسح كل الحسابات دي، تمام، من خلال سلة المعاملات، ثم تعمل اضف جديد وتضيف ارقام الحسابات الجديدة الخاصة بك. هنكتب مثلا هنا حساب بالبنك الرقحي باللغة العربية، هنا باللغة الانجليزية الرقحي. تمام، بعد كده هتكتب هنا رقم الحساب ورقم الايبان الخاص بالحساب، وكمان تضيف صورة البنك، تقدر تعيين الصور البارزة، ونقدر نجيب من على الحاسوب او من على النت عندي الشعار بتاع البنك، واضيفه من على جهاز الحاسوب من خلال رفع ملفات، تحديد ملفات، ثم اختار الشعار من عندي بدون اي مشكلة. تمام، طيب بعد كده اضغط على نشر عشان يحفظ التعديل. يعني بعد ما اختار الصورة، وليكن انا رفعت الصورة واخترت الشعار، وبعد كده اضغط على نشر عشان يحفظ الحساب ده بدون مشكلة. تمام، طيب ده بالنسبة للحسابات. بعد كده في الاختبارات، ان هو بحيث تقدر حضرتك تعمل كل فترة اختبار للعملاء او للعملاء المشتركين في الدورات. تمام، من خلال ان انت تعمل هنا
اد نيو او اضيف جديد وتضيف الكويز او الاختبار اللي حضرتك محتاج تضيفه. تمام. طب ازاي اضيف الاختبار ده؟ اولا هضيف هنا اسم الاختبار، مثلا الاختبار الاول، اختبار الاول. تمام، طبعا ده بالعربي وبالانجليزي. تمام، بعد كده بنزل هنا بضيف الديسكريبشن، وليكن هذا اختبار جديد جديد لمعاينة مستوى الطالب من بعد الدورة. تمام، ده الديسكريبشن بتاعه والصورة الخاصة بالديسكريبشن. تمام، هنعين صورة خاصة هنا. تمام، بعدها هنزل هبدأ بقى أضيف الأسئلة الخاصة بالاختبار. تمام، اختار الاول السؤال الاولاني ومحتاج اضيف له صورة مثلا. تمام، السؤال الاول، وابدا من هنا اكتب السؤال الاول. تمام، واعمل اضافة الكوركت انسر والرونج انسر. يعني انا بضيف هنا الكوركت انسر بتاعتها، هضيف الاجابة الصح بالظبط هنا الاجابة الصحيحة. تمام، وهنا لو الاجابة الخاطئة بضيف الاجابة الخاطئة هنا بالظبط. تمام، ومحتاج اضيف سؤال تاني، هعمل هنا اد واضيف برضو نفس الفكرة بالظبط لغاية ما اخلص الاسئلة بتاعتي. تمام، بعد كده بنزل هنا بقى بشوف البوينت كام، وبقول للشخص انت وصلت لكام بالظبط، يعني او الاجابة بتاعتك صح ولا خطأ، زي الاختبار ده بالظبط. لو شفنا مثال الاختبار ده، تمام، هنلاقي هنا الاختبار ده الاختبار الاول كمثال، انا عملت اختبار ودخلت وجاوبت عليه وكده، فبقول الاجزاء اللي تحت بعد ما ضفت الاختبار ده. تمام، باجي هنا بقى وبشوف النتيجة، دي النتيجة بتاعت الاختبار. ارجو ان تحتاج لمراجعة مرة اخرى. تهانينا تهانينا، وتقدر تمسح الاجابات فيهم بدون مشكلة من هنا. تمام صح، وهكذا. تمام، يبقى دي الإجابة. أنا عايز مثلا أخلي فيه إجابة واحدة بس، فهقول مثلا همسح دي. تمام، يبقى تهانينا، وحضرتك تقدر تعدل عليها حتى كمان بدون أي مشكلة، لو محتاج تعدل عليها أو تضيف إجابة جديدة بدون مشكلة خلال أد. وتختار هنا التايتل بتاعها تهانينا والصورة بتاعتها، وهنا إجابتك صحيحة تهانينا، أنت الآن في مستوى جيد من الإجابات. تمام، طيب ده بالنسبة للاختبارات. جزء الدورات ده هيتم شرحه في فيديو خاص بيه. تمام، بعد كده جزء السلايدر. السلايدر هنا اللي هو الجزء اللي هو في اول الموقع ده بالكلام اللي عليه، اللي هي الصور المتحركة دي اللي في اول الموقع في الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع. اقدر اغير الصور دي واعدل النصوص اللي عليها من خلال هنا. مثلا الصورة الخاصة بغايتنا ان نكون اختيارك الافضل، اللي هي الصورة دي، اقدر اعدل الصورة دي واغير الكلام اللي عليها ده من خلال هنا. اضغط على السلايدر هنا، الكلمة غايتنا ان نكون اختيارك الافضل في التدريب. هنزل هنا هغير الصورة من هنا، اعمل ازالة الصورة البارزة ثم تعديل الصورة، واختار الصورة من الصور اللي تم رفعها سابقا من مكتبة الوسائط، او اعمل رفع ملفات واضيف الصورة من اول وجديد هنا من الجهاز الحاسوب عندي، ثم اعمل لها تعيين كتابة الوسائط واعمل تعيين للصورة وهكذا. تمام، وبعد كده منساش اعمل تحديث. محتاج اضيف سلايدر جديد، صورة جديدة، هعمل اضيف جديد. تمام، واضيف الصورة بدون اي مشكلة هنا، اكتب العنوان اللي عايزه يظهر على الصورة بالانجليزي وبالعربي. تمام، واضيف الصورة الخاصة بيها. تمام، طيب ده بالنسبة للسلايد. بعد كده جزء خدماتنا خلينا برضو نشوف الجزء الخاص بالخدمات اهو، تدريب الندوات والمؤتمرات واستشارات التدريب اهو، 3 خدمات. عايز اعدل على اي جزئية فيهم، هضغط على التدريب مثلا، عايز اعدل العنوان، عايز اعدل النص الخاص بالخدمة اهو، ده العنوان اقدر اعدله من هنا، النص الخاص بالخدمة اقدر اعدله من هنا. تمام، وكذلك الصورة الخاصة بالخدمة اقدر اعدلها من هنا. تمام، مفيش مشكلة في التعديل عليها. تمام، والرابط الخارجي للخدمة اللي اقدر اضيف الرابط اللي يودينا على الخدمة دي. تمام، يعني الخدمة دي فيها جزئية معينة اللي هي الجزئية دي،
اهو وانواع التدريب وكل ده. ف بحط الرابط ده، باخد الرابط اهو من هنا من فوق تمام، وبقول له والله لما اضغط على كلمة التدريب وديني على الصفحة دي، ثم اضغط على تحديث عشان يحفظ التعديل ده تمام. كذلك باقي الخدمات، او سواء لو انا ضفت خدمات جديدة داخل الموقع بيعدل لي عليها بالشكل ده بدون اي مشكلة تمام. البرامج دي احنا عملنا دمج بين الدورات وبين المجالات التدريب، بحيث ان هي تبقى البرامج مع بعضها تمام. فالبرامج دي مش هنستخدمها، هنسيبها جزئية فاضية تمام. باقي كده جزئية مجالات التدريب تمام، وده هيتم شرحها في جزئية لوحدها في فيديو اخر تمام. مع الدورات برضو، يعني الدورات هنشرحها في فيديو لوحدها، وجزء مجالات التدريب ده في فيديو لوحده عشان يبقى الأجزاء منفصلة. فهنيجي دلوقتي على ألبوم الصور تمام. تقدر حضرتك تضيف مقالات مع صور داخل الموقع هنا من خلال أضف جديد مثلا، وتعمل هنا تعديل على المقالات اللي هنا بالصور بتاعتها، وتكتب هنا عنوان المقال. هنا العنوان بتاع المقال، وهنا النص الخاص بالمقال تمام، وكذلك الصورة اللي بتمثل المقال عندي هنا بدون مشكلة تمام. ثم نضغط على تحديث، وأقدر بقى أضيف عدد لا نهائي من المقالات بعد كده بدون أي مشكلة. تمام، ثم نشر بعد ما أخلص إضافة المقال تمام. شركاء النجاح، أقدر أضيف اللوجوهات الخاصة بشركاء النجاح، ويتم إضافتهم بالفعل طبعا أهو. من هنا بشوف الشركاء، أقدر أضيف كل الشركاء هنا تم إضافتهم. لو عايز أعدل لوجو أي لوجو منهم أضغط عليه، ثم الرابط الخارجي لو أنا عايز فيه رابط خارجي بحط الرابط هنا، وليكن رياد بنك هنا، وأضيفه هنا كوبي بيست مثلا تمام، وأحط الرابط بتاعه، إزالة الصورة، وأغير اللوجو بتاعه تعيين، وأحط لوجو آخر بدون مشكلة تمام. ثم أضغط على تحديث عشان يحفظ التعديل ده، بحيث إن يظهر كل شركاء النجاح قدامي باللوجوهات الخاصة بيهم بالشكل ده تمام. طيب بالنسبة للأخبار اللي موجودة عندي في الموقع، أقدر أضيف عدد لا نهائي من الأخبار تمام بالشكل ده زي المقالات بالظبط تمام. لو دخلت على الصفحة هنا هلاقي هنا جزئية الأخبار، أضيف هنا اسم الخبر بالعربي واسم الخبر بالإنجليزي، والنص الخاص بالخبر والوصف بتاعه، والصورة اللي بتمثل الخبر، ثم أضغط على تحديث عشان يحفظ الخبر تمام. بعد كده اللي هي جزئية الأخبار أهي، تقدر حضرتك تشوف برضو الأخبار تم طبعا إضافة أخبار تجريبية لحين إضافتك للأخبار الحقيقية اللي حضرتك محتاج تضيفها، وليكن مثلا برضو إيه خبر عن الدورة معينة، خبر عن أي جزئية، تقدر حضرتك تغير كل ده بدون مشكلة تمام. جزء الوظائف، أو حضرتك حابب تعرض بعض الوظائف داخل الموقع، تقدر حضرتك تعرض الوظائف دي بدون أي مشكلة، وليكن مثلا حضرتك ممثل مبيعات برامج تدريبية تقدر تضيفه تمام. اسم الوظيفة والوصف الوظيفي تقدر تكتبه من هنا، والنص الخاص بالوصف على الوصف بتاع الوظيفة تقدر تكتبه من هنا، مع الصورة اللي بتمثل الوظيفة، ثم تضغط على تحديث. كل ده بيتم باللغتين العربي والإنجليزي تمام. انا كده قدرت اشرح اهم الاجزاء داخل الموقع. يا ريت حضرتك تتابعني في باقي الفيديوهات الاخرى اللي خاصه ب شرح الدورات وشرح البرامج مجالات التدريب وباقي الاجزاء للموقع والتعديل عليه. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.